الدرعاوي محمد. سي الدرعاوي علاش انت ما جيتي الباشاويه فاس المدينه اليوم؟ حنا كنا تنفرشوا الجوطيه، دابا هاد ولاو تيسبقوا علينا ما خلاوناش نفرشوا. بلاتي انتما فهاد الجوطيه، فين الجوطيه؟ القصبه ديال النوار ديال بوجليد. شحال من عام انتما تما؟ 40 سنه تما. راه كاين اللي عنده 40، كاين اللي 30، كاين اللي 20، كلها انتما كتخدموا على وليداتكم، انتما كتنصحوا الله. نعم. في الارض. وكيفاش وقع توقع لكم هذا المشكل؟ تيجي يومية تيجي يجمع لكم، كيجمعوا لكم بحجه احتلال الملك العمومي. نعم. جينا باش نتشكاو. واخا لا، ملي كيجي القائد قلتي كيجي القائد، يعني كيدير خدمته. تيدير خدمته. المهم يعني انتم شنو هاد الاجراءات اللي كيدير القائد، شنو انتم كطالبوا منه؟ كنطلبوا خلينا نترزقوا الله. اخويا حنا من المستفيدين تما، كانوا عطاونا داك، صوبوا لنا واحد المارشي تما. نعم. وفيه الخضاره، وفيه حنا نضم داك من المستفيدين. دخلونا، ومنين دخلنا داروا لنا البيشان، داك الشيء بدا يقطر علينا، داك الشيء تفرع، هذا ما قديناش نجلسوا. نعم. اللي مرض مرض، واللي هذا خرجنا بحالات. دابا باش كطالبوا؟ كنطالبوا يصلحوا لنا المسائل ديالنا وندخلوا بحالاتنا، ما نبقاوش نفرجوا لهم بداك الساعه. يعني داك المحالات اللي في قلب القصر يطلع الشعار البكالي يديروا لنا الحل، هذا هو الحل. ما هياش مزيان. طاردني باش ما نتصورش ما ناكل انا الولد لولادي. نعم. يدير لي الحل، يصلح لي داك البليصه ديالي ندخل لها. واخا. شوفوا الاخ شنو كتقول انت من السوق اللي بناونا ما فيهش الشروط ديال الاسواق اللي داير سيدنا. السوق ما فيهش الشروط متوفره ديالو. دابا حنا كنطالبوا باش يصلحوا لنا السوق، نبيعوا ونشريوا في السوق. اما يجيو يسبقوا علينا ما تلقاو ما نوكلوا وليداتنا، هادشي راه عيب وعار. اليوم التواجد ديالكم في الباشاويه تلقى لكم شي مسؤول، عطاكم شي جواب؟ ما كاين حتى شي مسؤول، قال كاين في الاجتماع. ان شاء الله غادي نرجعوا لعنده ان شاء الله. وحنا فاس نيوز غادي نواكبوا معكم ان شاء الله الملف. مرحبا.